سامين سكافي بس فتيرهم لو تقول يا غبي. لحظة انت شو بتعمل؟ عم بلعب جي تي اي. تعال العب معي. لا مزوح ودماتك خزراف كمان. ليش ما رح تعلم معهد انت؟ رح نص الدوام يعني انا بدفع لك اجرة معهد وانت شاطر بس تضيع دروس. قولي شلون بدي اهرب منه؟ دبر لك كذبة بسرعة بسرعة. ايه اليوم في قسط المعهد والاستاذ اكد علينا اللي ما جايب معه قسط المعهد ممنوع يدخل على الدرس. انا بصراحه بيني وبينك ما بدي اروح. هلا هي حشتك يا سيدي. قوم المصاري جاهزه يلا. هلا صرت حاتم الطي. لو قلت لك بدي مصاري اطلع مع رفقاتي ما كان اعطيتي منهم. قلت في وظايف مالي حالهم وفي الدرس في تسميع مالي حفظهم. طيب ايش بدي اعمل هالمصيبه هي؟ ولك انا بس بدي افهم ايش بتبتبت جواتك؟ ما عم بقول شيء. عم بقول يلا قايم اروح. يلا عشان ما اتاخر بسرعه. يلا ولي ايش بدي اعمل هالمصيبة انا؟ ايش بدي اعمل؟ الو ابو زيك الحق في مصيبة. اقول لك انا من يوم ما عرفتك والمصايب بتطب فوق راسي. ايش في؟ اسمع الله بدك تروح على المعهد شي؟ طبعا مو متفق معك بدك تجي. ليش تاخرت والله؟ طيب حفظان مجهز؟ اليوم كان في تسميع. شو؟ تسميع؟ انو تسميع؟ حلو. طيب كاتب الوظايف؟ ليش كمان في وظايف؟ ابدا خالص انت روح صحصح معي يا غبي. صحصح اليوم في وظايف وفي تسميع ما نعمل شيء. ايش بدنا نعمل؟ ما بعرف. زين انت تحت وبعدين بنفكر. انا عم بستناك تحت بسرعه. والله انا شكلي ما راح اتبهدل غير من وراك. سكر يلا جايك باي. وانتو يا حلوين عم تشوفوا الفيديو لسه ما حط لايك. حط لايك اشترك بالقناه واكتب تعليق حلو متك وفعل زر الجرس ليصلك اشعار عن كل فيديو جديد ننزله. قربنا ل 2 مليون خطوه صغيره بنصير 2 مليون. كل شخص عم يشوف الفيديو حط لايك واشترك بالقناه. الله يخرب ذوقك يا ابو الزيك. وينو؟ جيتك معلم. ليش تاخرت هالله؟ تأخرت. هلا خلصنا. ايش بدنا نعمل؟ مالنا حفظانين شي منو؟ دبرني بسرعة. تطول بالك. ليش عم تعيط ومعصب؟ مفكرني حفظان؟ ولا كلمة وحياتك ولا فتحت الكتاب. بعدين على فكرة اليوم أول الشهر يعني أكيد الأستاذ بده قسط المعهد. أي أنا جبت له معي المصاري. وأنا كمان جبت له المصاري بس ما رح نروح نعطيهم لأستاذ. هذا أستاذ مادي حقير كتير. مجرد بنقول له ما معنا مصاري رح يقلعنا مباشرة. وبس أهالينا سألونا رحتوا على المعهد؟ بنقول له رحنا والأستاذ قلعنا. وهذا بدنا إياه نحن. كيف فيها؟ الله يخرب بيتك على هالأفكار اللي عندك. ماشي موافق يلا. لحظة هاد اللي بايدك مو مفتاح سيارة ابوك؟ مفتاح سيارة ابوي بدي اجيبه لعندي. هاد مفتاحي انا. لكن والله مفتاح سيارة ابوي شكلي بدلته مع مفتاحي وانا مالي حاسس. لك عشان يا اجدب. اسمع هلا بس قلعنا الاستاذ بنروح بناخذ سيارة ابوك وبنتفتل فيها. ايوه وبعدين قطيت وبلش على ضرب. لا انسى الموضوع طول اخر بنوم. ولك شو رح يعرفوا انك اخذتها؟ ما رح يدرى منوم. ولك افترض حدا شافنا ورح خبره ايش بنعمل نحن؟ وبناخذها مطر محل بعيد وهنيك ما حدا بشوفنا منوم. يلا شو؟ بتعرف انت ما حدا رح يخرب لي بيتي غيرك؟ امشي خلصنا امشي. ليكو الاستاذ واقف بحث المدرسة. شكله صار وقت الفرصة. الله يوفقك امشي. سلبناها عليكم استاذ. ها؟ اكسل طالبين عندي شرفوا. وين كله هلا راح نص الدوام؟ تطول بالك نشرح لك القصة استاذ. انا وابو الزيك كنا جايين على المعهد وإذ لقينا جنازة معدية على الطريق. تعرفنا اصحابين واجب جينا اجرنا معهم. وقت ما وصلنا على الدفن وخلصنا هاي جيتنا. ايوه طيب كاتبين وظايفكم يا حلوي؟ ما قلنا لك كنا بالدفن ما لحقنا. لا صاحبين واجب انتو جايبين معكم قسط المعهد؟ اوف نسينا. شايف هتمسخروا علي انت وياه. يلا من هون. طول بالك استاذ عم بتقلعنا. نقلع من هون انت وياه. يلا عبدا يلا شكله ما رح نحسن ندخل على المعهد. يلا بس تتفضلوا تجيبوا معكم مصاري. تفضلوا على المعهد. الله يستر. والله شكلنا رح نتبهدل. امشي. ولك متى بس اخلص ساعة ما بلاقيه خدوج؟ اخوك وينه؟ وينه عبادة؟
ما بعرف امي، بس يمكن لسه ما اجى من المعهد. شو؟ انو معهد هلا؟ معقول لسه ما اجى؟ والله انا فكرته اجى ورجع طلع مره ثانيه راح. ثواني خليني اتصل عليه. ليك وهي جبنا مفتاح السيارة وطعنا فيها. يخرب بيتك من حالك يا ابو الزيك، حاسس نهايتها حتكون على ايدك انا. تليفون عبرن. قولي ابوي. قولك لا تخاف، قوي قلبك شوي شباب، على اساس نحن بالمعهد ونحن بالمعهد. احكي معهم عادي ولا قال لك فصل فصل. يا عيني عليك، والله فكرة. وهي فصلت له اياها. لك عم يفصل بوشي حقير. انا بفاجئ، رايح اتصل على استاذه. الو مساء الخير، كيفك استاذ؟ انا والدو العبادة اللي بيجي بيحضر عندك دروس، بس شفته تاخر. معقول لهلا ما صرفتوه؟ ابنك يا اخي يا محترم قلعته من زمان، جاي مو جاي معه قصه المعهد، وقلت له لا تجي لهون الا تجيب معك قصه، لانه انا ماني مستعد اعطي دروس مجانا. شو؟ شبك؟ ايش في؟ ايش صاير؟ ايش في؟ بدي افترسل ابنك. الاستاذ عبور قلعه من الصبح لعبادة انه رايح ما هو اخذ معه قصه، وانا من الصبح اعطيته اياه. هذا شكله اكيد طلع مع فيو او بالزيك بدري او بالزاك وراح يلعب بلاي ستيشن. انا بفرجيه هو ذكر فيو الصايح. استنى، وين رايح لحالك؟ خذني معك تعال. وريح على مصيبه وخليني اتصل اخبره لهالغبي. خرب بيتك يا عباده. اعصابي عم تحترق، اعصابي عم تحترق. انا خايف اني ارجع السياره فيه. تليفون. قولي اختي. لا اول شيء ابوي بعدين اختي. شكله في شيء اكيد. الو. ولك الله لي وفقك، ليش ما عم ترد بسرعه؟ ليك امك وابوك عرفوا انك ما رحت على المعهد ونزلوا جايين عم بدوروا عليك، بدهم يجيبوك. هرب بسرعه. الله يخرب بيت اخبارك الزفت بنتك، يخرب بيتك. رقم الزيك، ابوي عرف انه اخذنا السياره، راح نموت. طول بالك شوي خلينا نعرف نفكر. ولك انا تفكير، انا تفكير بدي افكره لسه. لسه اذا بيدرى اخذنا السياره وجينا فيها لقدام مدرسه البنات راح تكمل على سوا. لك وين مشينا لسه عم تلعب بالتليفون؟ بعدين انت ايش عرفك وينه؟ وين؟ ولك الغبي مو اخذ السيارة؟ ما بيعرف انه انا حاطط فيها جهاز تتبع، حطه بالسيارة ومشغله وقت اللي بدي. لما فتحت التليفون شفته هلا احسنت احدد موقعه، مو بعيد من هون، هو قريب من هون. قريب من هون، قريب من هون، قريب من هون. وين راح يكون يعني؟ لك ابو عبادة مو هاي سيارتك اللي هيك طلع بالله؟ لك ايه والله صح، يخرب بيتك يا ام عبادة. تعي تعي على هسي ما بنحسسهم. تعي لا لا لا، انا ما عاد اتحمل بنوب. امشي خلينا نرجع السيارة لمحلها قبل ما يحسوا. امشي. لك لحظة، يخرب بيته ابوك على التفكير اللي لهم. ليش مسجل حاله فيديو وحطه هون على الشاشة؟ الشاشة؟ انو شاشة؟ ولك هذا ابوي ورا السيارة. وفي قفل البواب بسرعة. عيفوا علي بقى. هون. كبرت كبرت. اسمع لك، خليك قفل شباكك وقفل بابك وقفل الدنيا كلها. هذا كشفنا. بدي امشي بالسياره بسرعه. ولك هذا عم شغل السياره. ارقد ارقد. طول بالك والله ما فهمت، انت فاهمها غلط. طول بالك. ولك تعال هون. وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ والله رح ناكل قتل. ولك ليش وقفت؟ امشي. لحظه شوي، ايش هالصوت اللي خبط بالسياره؟ وقعت وما حدا سمع عليك يا حقير. ورا عم فوق سيارة. فوق وين؟ فوق وين؟ فوق عندكن. بس طفوا لي الكاميرا لانه رح يصير مجازر لا تشوفوها يا حقير.